السيسي يوجه بالانتهاء من تطوير محاور الطرق والكباري بمنطقة مصر الجديدة. الرئيس السيسي يؤكد حرص مصر على مواصلة تعزيز العلاقة مع روسيا خلال الفترة المقبلة. استشهاد 5 فلسطينيين في غارات إسرائيلية على قطاع غزة. السادسة مساء بالقاهرة الرابعة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية تأتي حضراتكم من القاهرة. أهلا بكم، والبداية مع ندى. رضا، إليك ندى. شكرا لك رما. أهلا بكم، وبداية هذه النشرة بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالانتهاء من تطوير محاور الطرق والكباري بمنطقة مصر الجديدة وفق التخطيط الزمني والإنشائي المقرر، وذلك لتسهيل حركة المرور ورفع المعاناة عن قاطني المنطقة. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس مع رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وعدد من كبار مسؤولي الهيئة ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني. وصرح السفير بسام الراضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الهيئة الهندسية الخاصة بالطرق والمحاور على مستوى الجمهورية في إطار شبكة الطرق القومية، كما استعرض الاجتماع التطوير الذي تم على امتداد طريق القاهرة السويس، إلى جانب سير العمل بعدد من المشروعات الهندسية الخاصة بالعاصمة الإدارية الجديدة، فضلا عن عرض مخطط تطوير منطقة القاهرة التراثية. أكد رئيس عبد الفتاح السيسي اعتزاز مصر بروابط الوثيقة التي تجمعها بروسيا. وخلال استقباله وزير الدفاع الروسي، أكد السيسي الحرص على مواصلة تعزيزها على مختلف الأصعدة خلال الفترة المقبلة في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، لا سيما في المجال العسكري، وذلك في ضوء ما يتعرض له الشرق الأوسط من تحديات وعلى رأسها الإرهاب. من جانبه، نقل وزير الدفاع الروسي تحيات الرئيس بوتين إلى الرئيس السيسي، معربا عن تقدير بلاده لما تشهده العلاقات المصرية الروسية مؤخرا من تنامي وازدهار، مؤكدا اهتمام روسيا بتعميق تلك العلاقات المثمرة والمتينة بما لها من خصوصية وتاريخ ممتد. وأكد السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن المسؤول الروسي أكد أهمية العمل على ترسيخ الجانب العسكري والأمني في إطار العلاقات التعاون المشترك بين البلدين، لا سيما فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، مشيدا بالجهود المصرية في هذا الصدد. أكد وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي اعتزاز مصر بعلاقاتها الراسخة مع روسيا. جاء ذلك خلال لقائه نظيره الروسي سيرجي شويغو، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز أوجه التعاون في ضوء العلاقات الجيدة والتي تربط البلدين. كذلك تبادل الرؤى تجاه تطورات الأوضاع على الصعيدين الإقليمي والدولي. التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الفريق أول سيرجي شويغو وزير دفاع جمهورية روسيا الاتحادية، والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا لحضور الاجتماع السادس للجنة التعاون العسكري المشتركة المصرية الروسية، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين. تناول اللقاء سبل تعزيز أوجه التعاون في ضوء العلاقات الجيدة التي تربط البلدين، كذلك تبادل الرؤى تجاه تطورات الأوضاع على الصعيدين الإقليمي والدولي وانعكاسها على الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط. وترأس الوزيران اجتماعات لجنة التعاون العسكري المشتركة المصرية الروسية، والتي تضمنت العديد من الملفات الخاصة بدعم آفاق التعاون في مجالات الدفاع والأمن ونقل وتبادل الخبرات والتدريبات المشتركة بين القوات المسلحة لكلا البلدين. وأكد القائد العام على اعتزاز مصر بعلاقاتها الراسخة مع جمهورية روسيا الاتحادية، كذلك حرص القوات المسلحة على زيادة أواصر التعاون والشراكة في مختلف المجالات العسكرية والأمنية. من جانبه، أكد وزير دفاع جمهورية روسيا الاتحادية حرص بلاده على تعزيز أوجه التعاون مع مصر كونها دولة محورية بالمنطقة، مشيدا بدور مصر البارز في مكافحة الإرهاب ودعم جهود الأمن والاستقرار بالمنطقة،
وفي نهاية الجلسة الختامية وقع الوزيران محضر لجنة التعاون العسكري. حضر اللقاء الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين والملحق العسكري الروسي بالقاهرة. وجه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بتخصيص نسبة من وحدات الإسكان الاجتماعية التي يتم البدء في تنفيذها بمدينة بدر لشباب الموظفين بالعاصمة الإدارية الجديدة. وخلال ترأسه اجتماع لمتابعة سير العمل بالعاصمة الإدارية واستعدادات انتقال الوزارات والعاملين إليها، أكد مدبولي أهمية سير العمل بالمشروع وفق التوقيتات الزمنية المقررة. وعرضت وزيرة التخطيط هالة السعيد خلال الاجتماع ترتيبات نقل الموظفين إلى العاصمة الإدارية وخطوات التحول الرقمي، مشيرة إلى الإجراءات التي تتم للحصر الشامل لكافة الموارد البشرية في الجهاز الحكومي لضمان الإدارة المثلى لهم. وجه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بعقد اجتماع كل أسبوعين لمتابعة إجراءات تسيير الإفراج الجمركي عن البضائع بالموانئ، وذلك لتأثيره المهم في ترتيب مصر في مؤشر ممارسة الأعمال. وشدد مدبولي خلال اجتماعه مع المسؤولين على ضرورة تحقيق تقدم في ملف تبسيط وتيسير إجراءات الإفراج الجمركي. وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إلى سرعة الانتهاء من تركيب عدادات المياه بمنطقة المدابغ بمدينة الجلود بروبيكي، وكذا السعي بأقصى سرعة للانتهاء من تنفيذ الصرف الصناعي الخاص بالمدينة. كذلك خلال اجتماع عقده مدبولي لمتابعة الموقف البيئي للمدينة وكذا الوقوف على ما تم تنفيذه فيما يتعلق بتركيب عدادات المياه. وأشار مدبولي إلى حرصه الدائم على متابعة آخر المستجدات التي تتعلق بمدينة روبيكي والوقوف على مدى التزام المصانع القائمة بالاشتراطات البيئية. أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء حرص الحكومة على العمل على إدارة واستغلال أصول الدولة بصورة تعظم من الاستفادة من تلك الأصول. وأشار خلال ترأسه اجتماعا لاستعراض الإجراءات المتعلقة بحوكمة نظام تأجير المحاجر إلى ضرورة إعداد ضوابط محددة لتنفيذ عمليات التأجير، مكلفا بأن يكون هناك عقودا موحدة للمحاجر، مشددا على أهمية أن يكون هناك تفاصيل كاملة عن أنواع المحاجر على مستوى الجمهورية وما يتعلق بتسعير الخدمات والمواد الموجودة بها. وكلف رئيس الوزراء بأن تكون هناك بيانات متكاملة عن جميع المحاجر التابعة لكل المحافظات خلال شهر. استقبل وزير الخارجية سامح شكري المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، وتناول اللقاء محددات الموقف المصري اتصالا بضرورة التوصل لتسوية سياسية شاملة في ليبيا بما يحفظ وحدة ليبيا وسلامتها الإقليمية ويدعم استعادة سيطرة مؤسسات الدولة الوطنية ويساهم في محاربة التنظيمات الإرهابية وإنهاء فوضى الميليشيات واستعادة الأمن ضمن تصور شامل لتنفيذ الاستحقاقات السياسية وصولا إلى تفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبي في السيطرة على موارده ومقدراته. بحث وزير الخارجية سامح شكري مع الدكتور نبيل الشريف المدير التنفيذي لمؤسسة أنالند الحوار بين الثقافات أوجه علاقات التعاون بين مصر والمؤسسة. وخلال اللقاء أكد شكري حرص مصر على تقديم كافة صور الدعم للمؤسسة لتمكينها من أداء دورها الحيوي في التقرب بين الشعوب من خلال الحوار في القضايا الاجتماعية والثقافية والإنسانية. من جانبه وجه الشريف الدعوة لوزير الخارجية للمشاركة في اجتماع مجلس محافظي المؤسسة والذي تستضيفه مصر لأول مرة. نعم.
نجحت مصر في احتلال المرتبة الأولى في القارة الإفريقية والثانية في العالم العربي والثامنة على مستوى العالم في مؤشر الأمن والنظام العام في العالم. وذكر معهد الاستطلاع الأمريكي جالوب في تقريره لعام 2019 إلى أن مصر حصلت على 92 نقطة من 100 نقطة، وتفوقت مصر على دول مثل فنلندا والدنمارك والنمسا وإسبانيا وألمانيا وكندا وبريطانيا وفرنسا وأيرلندا واليابان والسويد وتركيا. أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي صافرات الإنذار في المستوطنات المحاذية لقطاع غزة بعد اغتيال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا. من جهتها قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن القصف الإسرائيلي والذي استهدف منزل أبو العطا في حي الشجاعية شرقي غزة أسفر عن استشهاد 5 أشخاص وإصابة آخرين. أعلن الجيش الإسرائيلي حالة الطوارئ في المناطق التي تبعد 80 كيلومتر عن الحدود مع قطاع غزة. هذا واستدعى الجيش الإسرائيلي جنودا من الاحتياط واستقدم مزيدا من الدبابات إلى محيط غزة، كما أغلقت منطقة البحر بشكل كامل وتم منع الصيد فيها. فيما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن جولة قصف في قطاع غزة الحالية قد تستغرق هذه المرة وقتا. أدانت الرئاسة الفلسطينية التصعيد الإسرائيلي المتواصل في قطاع غزة والجريمة التي ارتكبها الاحتلال باستهداف مواطن وزوجته وإصابة أطفاله في غارة استهدفت منزلهم في حي الشجاعية. وحملت الرئاسة حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة وتبعات تدهور الأوضاع في القطاع، كما طالبت المجتمع الدولي بضرورة توفير الحماية العاجلة لأبناء الشعب الفلسطيني. أعربت موسكو عن قلقها إزاء تصاعد توتر في منطقة قطاع غزة. هذا ودعا المتحدث الرئاسي الروسي ديمتري بيسكوف كل الأطراف الإسرائيلية والفلسطينية إلى التهدئة وحل كل القضايا بالوسائل السياسية الدبلوماسية فقط. санкциями в случае дальнейшей реализации этого проекта, это такие угрозы, которые вызывают. أعلن التلفزيون السوري مقتل شخصين وإصابة 6 آخرين بهجوم استهدف موقعا قرب السفارة اللبنانية في دمشق. وأكد التلفزيون السوري أن دفاعات الجيش تصدت لهجوم جوي معاد في سماء داريا بالقرب من العاصمة دمشق. ذكرت مصادر إعلامية أردنية أن أجهزة المخابرات أحبطت خططا لاستهداف دبلوماسيين أمريكيين وإسرائيليين وقوات أمريكية. وأشارت المصادر إلى أن المخطط يقف وراءه 2 من العناصر الإرهابية كان بصدد القيام بعمليات دهس وطعن، مضيفا أنهما سيمثلان أمام المحكمة. مشاهدينا، والآن ننتقل إلى غرفة الأخبار والزميلة ساريا ياسين لتطلعنا على مزيد من الأخبار. أهلا بك ساريا. نعم ندى، شكرا جزيلا، أهلا بك. مشاهدينا، الآن في هذه الجولة من غرفة الأخبار نستعرض سويا آخر التطورات في لبنان.
رئيس نقابة موظفي مصارف لبنان أن موظفي المصارف استجابوا لدعوات الإضراب العام وأن البنوك مغلقة، فيما سيتم تزويد ماكينة الصرف الآلي بالنقد رغم الإضراب. في الوقت نفسه استجاب موظفو المدارس والجامعات أيضا لدعوات الإضراب من جهة أخرى. أغلق متظاهرون في بيروت اليوم مدخل قصر العدل وسط تعزيزات أمنية، وذلك بهدف الضغط من أجل تشكيل حكومة التكنوقراط. أعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية أن الرئيس ميشيل عون سيجري مساء اليوم حوارا تلفزيونيا يتناول فيه تطورات الأوضاع والأحداث الراهنة التي يشهدها لبنان. يأتي ذلك في وقت يشهد لبنان فيه احتجاجات في بيروت وطرابلس اعتراضا على التراجع الاقتصادي وتدهور الخدمات، كما يمر الوضع السياسي في لبنان بأزمة عقب استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري وعدم تسمية بديل له. دعت الأمم المتحدة إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات لمنح الشعب اللبناني الثقة، خاصة مع الإضراب الحالي في القطاع المصرفي. وشددت المنظمة الدولية على ضرورة الحفاظ على مدخرات اللبنانيين في ظل الوضع الراهن. أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف تأييد موسكو لمحاولات رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري تشكيل الحكومة المقبلة في لبنان. وقال لافروف خلال منتدى السلام في باريس إن بلاده تدعم محاولات الحريري في هذا الصدد، لكنه أشار إلى أن فكرة تشكيل حكومة أو حكومة تكنوقراط في لبنان بمثابة أمر غير واقعي. بهذا مشاهدينا تكون انتهت هذه الجولة من هنا من غرفة الأخبار حول أبرز التطورات في الشأن اللبناني. مرة أخرى نعود إلى الاستوديو إلى زميلات وأيضا الزميلة لما. شكرا لك سارية. التقى وزير شؤون مجلس النواب عمر مروان في جنيف بالمجموعات الإفريقية والعربية والإسلامية وعدم الانحياز، وذلك على مدار يومين. وتأتي اللقاءات في إطار عقد نقاشات حول التطورات التي شهدتها مصر في مجال حقوق الإنسان خلال الأربعة أعوام الماضية، وكذلك شرح كافة التفصيلات الخاصة بإعداد ملف مصر لآلية الاستعراض الدوري الشامل. دعت ندوة حقوق المرأة في مصر إلى التعاون الفني بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة لتحسين أوضاع المرأة المصرية، سواء عبر أنشطة تدريبية أو تثقيفية لكل مكونات التعامل مع المرأة. وخلال الندوة والتي عقدت بمقر المجلس الدولي لحقوق الإنسان في جنيف، لفت الحاضرون إلى أن التيار الديني يلعب دورا مناهض في الحصول على المرأة على حقوقها. وأكدت نهاد أبو القمصان رئيس المركز المصري لحقوق المرأة أن الحكومة قبلت 75 توصية على مستوى التشريعات ووضع الاستراتيجيات لحماية النساء من العنف. من جانبها أوضحت إيمان بيبرز رئيس جمعية تنمية نهوض المرأة أن هناك تقدما كبير حدث خلال الخمس سنوات الأخيرة لأوضاع النساء على المستوى التشريعي وعلى مستوى السياسات. وقال حافظ أبو سعد رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن أن مشاركة المرأة في الحياة السياسية واحدة من المطالب الحركة النسوية في مصر. التقى وفد مؤسسة حقوقيات وملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان بأرلغا مكان من مكتب المفوض السامي لمناهضة العنف ضد المرأة بمكتب المفوضية بجنيف. بحث لقاء أوضاع العنف ضد المرأة في مصر، حيث أشارت أرلغا إلى استجابة مصر في الرد على استفسارات المفوضية فيما يتعلق بالحالات التي ترد إليها. من جانبه أكد الوفد على وجود تعاون كبير بين المنظمات الحقوقية وبين الحكومة المصرية، خاصة بعد صدور قانون الجمعيات الأهلية الجديد. للمزيد ينضم إلينا من جنيف حسين بهجة مراسل إكسترا نيوز. حسين، مرة أخرى إليك الكلمة، ما هو الجديد اليوم؟
الجديد اليوم ان الجمعيات المصرية عطت عدد من الندوات ناقشوا فيها وضع حقوق الانسان في مصر. اسمحي لي بس الاول اوضح عدد من النقاط ضروري الناس تعرفها عن فكرة التقرير اللي هتقدمه مصر بكرة في الاستعراض الدولي الشامل. اولا التقرير ده تقرير مصر بتقدمه طوعي، يعني هي اللي بتقرر ان هي تقدم التقرير وتثبت فيه الاصلاحات والالتزامات اللي هي تعهدت بيها قدام مجلس حقوق الانسان. كان ممكن قوي مصر ما تقدمش التقرير المنتصف دوان وتنتظر لمارس القادم وتقدم تقريرها، لكن لانها بدات عمليه اصلاح كبيره على عدة مستويات، وإنها بتحاول توازن ما بين حاجتين مهمين خاصة في وضع إقليمي صعب جدا وجماعات إرهابية موجودة في كل الإقليم العربي. كان ممكن مصر تنتظر لمارس القادم، لكن ده هي قررت إن هي تقدم التقرير بتاعها، وده اللي أكده النهاردة الأستاذ محمد فايق رئيس المجلس الأعلى رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، واللي أكد أن مصر بتحاول توازن ما بين الأوضاع الملتهبة في المنطقة وما بين حقوق الإنسان، وأن استراتيجية الدول دلوقتي في العالم كله بتحاول أن هي تدمج التنمية بحقوق الإنسان، ما نهدرش حق في صالح حق تاني. الحاجة التانية أن في أرقام مبالغ فيها وتقارير كتيرة، وده اللي مصر عرضته في تقريرها وأكد عليه الأستاذ محمد فايق خلال الندوة اللي عقدتها الجمعية المصرية لمساعدة حقوق الإنسان، وحضرها حافظ أبو سعد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان والأستاذ محسن عوض الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وحضرها كمان الأستاذ علاء شلبي الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، وأكدوا خلالها أن التقرير المصري رادد على كل الملاحظات اللي أبداها المجلس في تقريره في مارس الماضي. نعم أسمعك بوضوح يا أستاذ حسين. ألو. كمان ناقشت ندوات النهاردة وضع المرأة في مصر وحزمة التشريعات والقوانين اللي أقرها البرلمان المصري في المرحلة الأخيرة بالنسبة للمرأة وإنشاء منظومة كاملة لحمايتها، وقانون الإتجار بالبشر وقوانين الأحوال الشخصية. نعم أكيد سيكون لنا عودة إليك حسين لمزيد من التفاصيل، أعتقد غدا سيتم ربما تقديم الورقة المصرية أو الاستعراض أو آلية الاستعراض المصرية. بشكرك شكرا جزيلا من جنيف حسين بهجة مراسل أكسترا نيوز. أكدت الرئاسة العراقية أنها لن تقبل أي تدخل خارجي في شؤونها، مشددة على أن الإصلاح المنشود في البلاد هو قرار عراقي بامتياز. وأضافت الرئاسة أن العراقيين يقررون وفق أولويات مصلحتهم الوطنية واحترام إرادة المرجعية الدينية وضمن السياقات الدستورية والقانونية بقرارهم الوطني المستقل. أعرب وزير العدل العراقي فاروق أمين عثمان عن أسفه لسقوط قتلى في صفوف المتظاهرين، ومقرا بحدوث انتهاكات فردية من أعضاء وكالات مسؤولة عن إنفاذ القانون. وأضاف وزير العدل أنه تم فتح تحقيق مع عناصر من قوات الأمن بسبب ارتكابهم بعض التجاوزات بحق المحتجين، مؤكدا أن حكومته ترفض الاستخدام المفرط للقوة أو اللجوء إلى الرصاص الحي.
أكد وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم أهمية تعاون الفريق الأممي الخاص بجرائم داعش في العراق مع حكومة بلاده لتهيئة مستلزمات عمله. وخلال لقائه رئيس فريق التحقيق شدد الحكيم على ضرورة العمل في ظل احترام سيادة العراق وولايات القضائية على الجرائم التي ارتكبها عناصر داعش الإرهابية. أصدرت هيئة النزاهة في العراق أوامر باستدعاء بحق 3 أعضاء من مجلس محافظة ميسان الحالية. وأوضحت الهيئة أن قرار الاستدعاء جاء بسبب تصرفهم بشكل مخالف للقانون في أموال لجنة تعظيم الواردات التي يشغلون عضويتها، فضلا عن تصرفهم في الأموال المستلمة من التبرعات ودون الحصول على الموافقات الأصولية من وزارة المالية. قررت الحكومة العراقية تأجيل انتخابات مجالس المحافظات إلى موعد يحدد لاحقا، فيما أعلنت الرئاسة العراقية الانتهاء من صياغة قانون الانتخابات الجديد وسط استمرار لحالة الاحتجاجات المطالبة بالإصلاح السياسي ومكافحة الفساد في البلاد. على وقع أزمة متصاعدة واحتجاجات لا تتوقف في الشارع العراقي، يمضي الحراك الشعبي بخطوات متصاعدة بدأت بالتجمع في الميادين الكبرى واستمرت بقطع الجسور وإعلان العصيان المدني وتوقف المدارس والجامعات عن العمل. وفي خضم هذه الأزمة أعلنت رئاسة الجمهورية الانتهاء من صياغة قانون الانتخابات الجديد قبل إرساله إلى مجلسي الوزراء والنواب لإقراره، وهو القانون الذي يعتبره المحتجون في العراق بحاجة إلى تغيير شامل لما نتج عنه من محاصصة حزبية وفشل في إدارة الدولة لمدة 16 عاما. وبحسب مصادر مطلعة فإن قانون الانتخابات الجديد اعتمد مبادئ أساسية أهمها تشكيل مفوضية مستقلة من جهات بعيدة عن المحاصصة الحزبية تتولى إدارة الانتخابات والإشراف عليها، تصغير الدوائر الانتخابية لضمان تمثيل أوسع لجميع فئات الشعب العراقي بالبرلمان والحكومة، اعتماد نظام الفائز الأعلى من المرشحين وإلغاء قوانين التمثيل النسبي للقوائم، تقليل عدد أعضاء مجلس النواب من 329 إلى 213، خفض سن الترشح لعضوية مجلس النواب إلى 25 عاما لإتاحة فرصة أكبر أمام الشباب. ويأتي قانون الانتخابات الجديد ضمن حزمة مقترحات قدمتها الأمم المتحدة إلى السلطات العراقية لتلبية مطالب المتظاهرين كخطوة أولية لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في الأمد القريب، وهو الأمر الذي دعمته الإدارة الأمريكية بشدة، حيث طالب بيان للبيت الأبيض بوقف العنف ضد المحتجين وإصلاح النظام الانتخابي. ومع قرب دخول الاحتجاجات في العراق أسبوعها الرابع، ينتظر العراقيون إجراءات سريعة للإصلاح وكسر هيمنة الأحزاب التقليدية على السلطة. قتل 5 عناصر من تنظيم داعش الإرهابي بضربة جوية شمال شرقي مدينة بعقوبة شرقي العراق. وقال مصدر أمني إن قوة من الجيش العراقي نفذت بعض الضربة الجوية عملية أمنية واشتبكت مع مجموعة إرهابية، ما أسفر عن مقتل 3 إرهابيين. من ناحية أخرى أعلنت مديرية الاستخبارات العراقية مداهمة مخبأ للصواريخ والعتاد في محافظة الأنبار غربي البلاد. يشارك الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في اختتام أعمال المؤتمر 18 لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب والدورة 3 من منتدى العالمي لرواد الأعمال والاستثمار الذي يعقد في العاصمة البحرينية المنامة. وتهدف تلك الفعاليات إلى تعزيز الاستثمار في ريادة الأعمال والابتكار في الثروة الرقمية في العالم العربي وبحث التحديات والفرص الناتجة عن الثورة الصناعية الرابعة وتأثيرها على القطاعين العام والخاص. عاصفة من الغضب والرفض تواجه زيارة أردوغان إلى الولايات المتحدة وسط توقعات بأن تشهد واشنطن احتجاجات ضخمة ضده بسبب العدوان التركي لشمال سوريا. عبر معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى عن خشيته من أن تتحول الزيارة إلى كارثة دبلوماسية كما حدث عام 2017.
يواجه أردوغان معارضة شديدة في واشنطن قبيل وصوله إلى البيت الأبيض للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي وجه له سلسلة إهانات على خلفية العدوان التركي على سوريا. معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى توقع أن تواجه زيارة أردوغان لواشنطن احتجاجات ضخمة في الولايات المتحدة بسبب العدوان التركي لشمال سوريا، ولم يستبعد المعهد في تقريره أن تتحول الزيارة إلى كارثة دبلوماسية كما حدث عام 2017 عندما اعتدى حرس أردوغان على المعارضين له أمام السفارة التركية في واشنطن. وفي الكونغرس الأمريكي وقع عشرات النواب الأمريكيين عريضة تطالب ترامب بإلغاء خططه لاستقبال أردوغان في ظل استمرار الانتهاكات التركية لاتفاقيات وقف إطلاق النار في شمال سوريا. وجاء في العريضة أن سياسات أردوغان كانت لها عواقب وخيمة على الأمن القومي الأمريكي وأحدثت انقساما عميقا في حلف الناتو وخلفت كارثة إنسانية على الأرض، فضلا عن مقتل عشرات المدنيين وتهجير الآلاف من منازلهم. وتأتي هذه الخطوة بعدما صوت مجلس النواب الأمريكي على قانون يقضي بفرض عقوبات على المسؤولين العسكريين الأتراك الذين شاركوا في التوغل ومنع بيع الأسلحة التي قد تستخدمها القوات التركية والفصائل الإرهابية الموالية لها في سوريا. وأمام المعارضة الشديدة لزيارة أردوغان أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن ترامب سيعتمد لغة حادة وصارمة من شأنها ردع تركيا عن العدوان في سوريا والمضي في امتلاك منظومة S-400 الروسية. الجميع في واشنطن غاضبون من زيارة أردوغان على خلفية التوترات المتزايدة بسبب سياسته ودعمه للإرهاب في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب المخاوف من تكرار الاعتداءات الهمجية من حرس أردوغان على معارضيه في واشنطن. كشفت منظمة حقوقية أمريكية عن وقوع انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان وعمليات تعذيب في تركيا منذ محاولة الانقلاب المزعوم عام 2016. وذكر التقرير الصادر عن المنظمة أن السلطات التركية اعتقلت نحو 511 ألف شخص بزعم علاقتهم بفتح الله جولان. وأشار التقرير إلى مقتل 93 شخصا داخل السجون نتيجة التعذيب. أكدت وكالة بلومبرغ الأمريكية أن تدهور الأوضاع الاقتصادية في تركيا وسط ارتفاع معدلات البطالة ونسب التضخم أدى إلى زيادة حالات الانتحار الجماعي في البلاد. المزيد في هذا التقرير. لم تعد الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها تركيا بسبب السياسة الفاشلة لأردوغان تلقي بظلالها على الوضع المالي لأنقرة وحسب، بل امتد الأمر حاليا إلى التأثير على حياة الأتراك أنفسهم الذين ربما يدفعون أرواحهم ثمنا لديونهم. وكالة بلومبرغ الأمريكية كشفت في تقرير لها أن تدهور الأوضاع الاقتصادية في تركيا وسط ارتفاع معدلات البطالة ونسب التضخم أدى إلى زيادة حالات الانتحار الجماعي في البلاد. التقرير الأمريكي جاء في أعقاب إعلان الشرطة التركية انتحار عائلة بأكملها مكونة من 4 أفراد في حالة ليست الأولى من نوعها، وذلك بسبب تأزم الأوضاع الاقتصادية الذي أصبح يثقل كاهل المواطن التركي، عجز المواطن التركي عن الوفاء بمتطلبات معيشته أو حتى الحد الأدنى منها بات الدافع الأكبر لإنهاء حياته. وهذا ما كشفته رسالة الأب المنتحر الذي قال فيها إنه عاطل عن العمل منذ 9 أشهر ولم يعد في إمكانه المضي قدما في حياته. ويأتي هذا بعد أسبوع واحد فقط من تسجيل أول حالة انتحار جماعي في تركيا وتحديدا بمدينة اسطنبول، حيث عثر على جثث 4 أشقاء في منزلهم قرروا إنهاء حياتهم بسبب تردي وضعهم الاقتصادي. ووفقا لأحد المختصين في علم النفس بمدينة اسطنبول، فإن حالات الانتحار تزداد بوتيرة كبيرة خلال الأزمات الاقتصادية، وهو ما يشير إلى إمكانية ارتفاع هذا المعدل خلال الفترة المقبلة مع توقعات الخبراء بانكماش الاقتصاد التركي وارتفاع معدلات البطالة والتضخم.
قال حزب العمال البريطاني اليوم الثلاثاء إنه تعرض لهجوم واسع النطاق على منصاته الإلكترونية، معبرا عن ثقته في عدم حدوث اختراق للبيانات قبل بضعة أسابيع من الانتخابات العامة. وقال متحدث باسم الحزب إن الحزب أبلغ المركز الوطني لأمن الإنترنت بالهجوم الذي تعرضت له الحملة الانتخابية قبل إصلاح الأمر، مشيرا إلى أن الهجوم كان معقد وواسع النطاق. كانت أجهزة الأمن البريطانية حذرت من مخاطر الهجمات الإلكترونية من جانب روسيا ودول أخرى، لا سيما خلال فترة الانتخابات، حيث يطلق الحزبان الرئيسيان في البلاد حملات دعاية إلكترونية لتوجيه رسائلهما لجمهور الناخبين. ألقت الشرطة الألمانية القبض على 3 أشخاص في مدينة أوفنباخ غرب البلاد للاشتباه في انتمائهم لتنظيم داعش الإرهابية. وقال الإدعاء الألماني أن قرار القبض جاء للاشتباه في تخطيطهم لهجوم باستخدام مواد ناسفة نيابة عن تنظيم داعش الإرهابية، مشيرا إلى أنه من بين المتهمين تركيا. أعلن وزير دفاع بوليفيا استقالته من منصبه وسط الاحتجاجات المستمرة التي تجتاح البلاد منذ أكثر من أسبوعين، وأكد أن استقالته جاءت في إطار الحفاظ على وحدة المؤسسة العسكرية، مؤكدا أنه والرئيس البوليفي المستقيل إيفو موراليس لم يصدرا أي أوامر باستخدام السلاح ضد شعبيهما. وصل المتظاهرون في تشيلي احتجاجاتهم للمطالبة بإصلاح شامل للتدابير الاجتماعية والاقتصادية والمطالبة برحيل رئيس سيباستيان بيانييرا للأسبوع الثالث على التوالي. وتحولت شوارع العاصمة سانتياغو إلى ساحة للاشتباك بين المتظاهرين وقوات مكافحة الشغب، حيث ألقت الشرطة الغاز المسيل للدموع فيما رد المتظاهرون بإلقاء الحجارة والمولوتوف. هذا وأعلنت حكومة تشيلي تأييدها لإطلاق نقاش من شأنه أن يؤدي إلى وضع دستور جديد في البلاد. وعلى الصعيد الاقتصادي، تراجعت عملة تشيلي بأكثر من 3% أمام الدولار الأمريكي لتسجل مستوى قياسيا منخفضا خلال تعاون. أكدت الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ كاري لام أن حكومتها عازمة على عقد انتخابات محلية نزيهة، وأعربت كاري لام عن أملها في أن تحث جميع الجامعات والمدارس الطلاب على عدم المشاركة في أعمال العنف. هذا وتتواصل الاحتجاجات في أنحاء البلاد وسط اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن. رحب مرصد الإسلاموفوبيا التابع لدار الإفتاء بالمسيرة التي شهدتها فرنسا الأحد الماضي والتي شارك بها الآلاف تنديدا بتنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا. وجدد المرصد دعوته إلى المشاركة الإيجابية في كل جهد يسعى لمواجهة الإسلاموفوبيا بوصفها
أحد أشكال العنصرية، منوها بالتوصيات التي أطلقها المرصد خلال ورشة عمل أليات مواجهة الإسلاموفوبيا وإطلاق النسخة الأولى من مؤشر الإسلاموفوبيا ربع السنوية، حيث أوصى بضرورة إيجاد آلية لمزيد من انخراط المسلمين في المؤسسات العامة والتشريعية وفي جماعات الضغط ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب، وتحقيق المشاركة الفاعلة والإيجابية لكافة المواطنين المسلمين في المجتمعات الغربية. تتواصل فعاليات الملتقى الدولي الرابع لتفاعل الثقافات الإفريقية تحت عنوان الثقافات الإفريقية في عالم متغير، والذي يقام بالمجلس الأعلى للثقافة حتى 14 نوفمبر الجاري، وبمشاركة عدد كبير من الباحثين والمتخصصين من 20 دولة إفريقية. ويناقش الملتقى على مدار 3 أيام من خلال 10 جلسات بحثية عددا من الموضوعات الرئيسية، ومن أبرزها الثورة الرقمية وحفظ التراث الثقافي الإفريقي والمرأة الإفريقية في الثقافات الإفريقية والهوية الثقافية الإفريقية. انطلقت فعاليات مؤتمر قمة مصر الاقتصادية الأولى تحت رعاية رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وتستعرض القمة أبرز القضايا التي تتعلق بآليات دفع الاقتصاد المصري، إضافة إلى تقديم طرح لسبل ومقترحات الخبراء لرسم خارطة تحقق مستهدفات الدولة للنهوض بكافة القطاعات. وصلت قوافل المبادرة الرئاسية نور حياة إلى مدينة العالمين للكشف على التلاميذ المرحلة الابتدائية بالمدارس الحكومية ضمن المرحلة الأولى من المبادرة، والتي تستهدف إجراء الكشف عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار على نحو 900,000 تلميذ خلال العام الدراسي الحالي في 10 محافظات، وهي القليوبية والشرقية والدقهلية والسويس وبني سويف، المنيا، قنا، الأقصر، والإسكندرية، أخيرا مطروح. وقال القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر تامر عبد الفتاح أن تنفيذ مبادرة نور حياة بالمدارس يستهدف إجراء الكشف الطبي لنحو 5 ملايين تلميذ بالمرحلة الابتدائية في المدارس الحكومية على 3 مراحل، وتوفير 1,000,000 نظارة طبية مجانا للتلاميذ، والمتوقع اكتشاف إصابتهم. تعتزم مصر إطلاق القمر الصناعي المصري الأول لأغراض الاتصالات طيبة 1 يوم 22 نوفمبر الجاري. وقال بيان لمجلس الوزراء أن القمر سيعمل على توفير خدمات الإنترنت عريض النطاق للأفراد والشركات بمصر وبعض دول شمال إفريقيا ودول حوض النيل. من جانبه أكد دكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية أن طيبة 1 هو أول قمر تطلقه مصر للاتصالات وخدمة الإنترنت. في تصريح خاص لإكسترا نيوز كشف عن أن القمر سيتم إطلاقه من قاعدة في أمريكا الجنوبية يوم 22 من الشهر الجاري. القمر ده هيطلق من قاعدة في أمريكا الجنوبية اللي هي قاعدة جيوانا الفرنسية. الإطلاق هيتم إن شاء الله يوم الجمعة 22 في الشهر ده. الإطلاق ده هيبقى القمر هيشتغل على بعد 36,000 كيلومتر من سطح الأرض في المدار بتاعه. القمر ده تصنع في فترة حوالي 3 سنين ابتداء من سنة 2016. التصنيع تم في بواسطة شركة إيرباص الفرنسية وشركة تلس لينيا سبيس. تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط القائمين على تشغيل إحدى القنوات الفضائية لقيامهم بعرض الأفلام على شاشاتها دون الحصول على التصاريح اللازمة، كما تمكنت من ضبط أكثر من 1,000,000 كتاب تعليمي مقلد ومنسوخ داخل إحدى المطابع بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة.
تأتي مكافحة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية والأدبية في مقدمة أولويات وزارة الداخلية، لذلك تواصل الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية جهودها بهدف حماية هذه الحقوق والتصدي لجرائم بث مصنفات فنية دون تصريح بما يضر ماديا ومعنويا بأصحاب هذه الحقوق. في هذا الإطار وفي ضوء ما أكدته تحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بشأن قيام مسؤولي إحدى القنوات الفضائية بعرض أفلام على شاشتها دون الحصول على التصاريح اللازمة فضلا عن إدارة القناة خارج مدينة الإنتاج الإعلامي، تم استهداف مقر القناة بمدينة أكتوبر بالجيزة، وبتفتيش عثر على استوديوهين للتصوير بكامل الأجهزة والمعدات ووحدة معالجة مركزية محمل عليها برامج مقلدة ومنسوخة ومسلسلات وأفلام، كما تم ضبط منتجات صحية وأعشاب وكرنهات إحدى النقابات بدون بيانات. مخالفات القناة تضمنت إنشاء قناة فضائية خارج مدينة الإنتاج الإعلامي واستخدام أجهزة مونتاج دون ترخيص وعرض وبث مصنفات فنية وحيازة برامج مقلدة دون إذن وتصريح من أصحاب الحقوق المادية والأدبية ورفع المحتوى الإلكتروني على الإنترنت دون تصريح، إضافة إلى عرض سلع مجهولة المصدر وتضر بصحة المواطنين. كما استطاعت الإدارة ضبط مطبعة بالجيزة يقوم صاحبها بنسخ وتقليد وطباعة الكتب التعليمية الأجنبية والعربية بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية، وبداخلها 14 ماكينة طباعة ومليون وسبعة عشر ألف نسخة كتاب تعليمي أجنبي وعربي لمراحل تعليمية مختلفة، إضافة إلى 45 ألف غلاف كتاب. كما نجحت الإدارة في ضبط 30 ألف كتاب تعليمي وروائي داخل 564 طرداً معدة للشحن والتصدير كانت موجودة بمخزن تابع لإحدى الشركات بالقاهرة، الكتب المضبوطة مقلدة ومنسوخة وبدون تصريح من أصحاب الحقوق المادية والأدبية، ما يؤثر سلباً على اقتصاد البلاد بخاصة في مجال نشر وتوزيع الكتب. قال السيد الشريف وكيل مجلس النواب إن اللجنة الخاصة المشكلة لمناقشة المواد محل الاعتراض من رئيس الجمهورية حول مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية والمعروف إعلاميا بالتجارب السريرية، ستعقد اجتماع لتشكيل لجنة صياغة برئاسة المستشار بهاء أبو شقة وعضوية من يرغب من الأعضاء تمهيدا لإحالة التقرير النهائي إلى رئيس البرلمان لعرضه على المجلس في جلسة عامة، معربا عن آماله في الانتهاء من إقرار القانون بالتعديلات الجديدة في ديسمبر المقبل. وللمزيد ينضم إلينا هاتفيا المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية رئيس لجنة القيم بمجلس النواب. يعني سيادة المستشار أهلا بك على شاشة إكسترا نيوز، وفي البداية متى سيتم عقد الاجتماع المقرر لتشكيل لجنة صياغة قانون التجارب السريرية؟ إن شاء الله تعالى يعني المجلس سيكون عنده جلسات يوم 17 و18 و19 في هذه التواريخ، اللجنة هتشكل وسنجري بحث من الزاوية الدستورية والزاوية القانونية والزاوية الفنية لهذا القانون، خاصة أن هذا القانون عندما نوقش في المجلس من قبل رئيس الجمهورية استعمل حقه الدستوري باعتراض على بعض المواد وفقا للدستور أعيد إلى المجلس. تشكلت لجنة برئاسة السيد بالشريف وكيل المجلس وحضرنا فيها وناقشنا المواد التي عليها اعتراضات،
وإن شاء الله تعالى اللجنة التي ستشكل برئاستي سنكون أمام الصياغة التي ستراعي الاعتراضات وسنتلافى ما جاء في هذه الاعتراضات تطبيقا وتفعيلا لأن يكون النص متفق مع الدستور في هذا المجال. الوصل القانون يتعلق بأبحاث علمية فأثير الجدل بشأنه من هو المختص، هل المختص وزارة الصحة أم المختص وزارة التعليم العالي؟ وكان الاجتماع برئاسة السيد بشريف وكيل المجلس ضم وزيرة الصحة ووزير التعليم العالي، وبحثنا هذه الأمور وأجرينا الموافقة الملائمة والتوفيق بين الأمرين لنكون أمام صياغة إن شاء الله تعالى منضبطة تحقق ما جاء باعتراض السيد رئيس الجمهورية. طيب سيادة المستشار، حالة تم صياغة هذا القانون، يعني كيف ترى أهمية هذا القانون على المنظومة الصحية في مصر؟ لا هو يعني قانون لابد أن من القوانين العصرية زي قانون تقنية المعلومات وخلافه، لأن القانون لابد أن يواكب كافة المستحدثات في المجتمع. لابد أن نكون أمام قانون ينظم عملية الأبحاث ويؤصلها، ونكون أمام قواعد منضبطة اللي بيخرج عليها بنكون أمام عقوبة جنائية. يعني هذا القانون قانون ونحن بنؤسس لدولة عصرية حديثة لابد أن نكون أمام قانون ينظم هذه المسألة. وزي ما قلت أن كان هناك السؤال اللي بيطرح نفسه، هل هذه القانون بيرتبط وزارة الصحة أم بالتعليم العالي؟ ويعني يعني هذه المسألة راعيناها وجرى التوثيق والموائمة بين الوزارتين. نعم. المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية ورئيس لجنة القيم بمجلس النواب، كنت معنا هاتفيا، شكرا جزيلا لك. تعطي الدولة الأولوية في تنمية العشوائيات للمناطق غير الآمنة والوصول حياة كريمة يستحقها كل مصرية، ومن هذا المنطلق جاءت الجهود لتوفير حياة جديدة لسكان إحدى المناطق بمحافظة الإسماعيلية، فضلا عن تطوير سوق الجمعة الذي يخدم قطاعات كبيرة من المواطنين. حياة تبدلت وأحوال اختلفت، أمن من بعد خوف ودفء من بعد برد، حماية من الأمطار ووقاية من الأوبئة. فها هنا كانت الحياة أشبه بالجحيم، بلا خصوصية ولا أمن ولا صرف صحي ولا حتى مياه شرب نظيفة داخل كل بيت، أو بمعنى أصح داخل كل عشة من عشش منطقة كوكاكولا في محافظة الإسماعيلية. كانش في مجالي ولا كان في أي حاجة من ده عندنا، وغير الشتاء كان بيجي بهدلنا، كان بهدلنا بهدلنا بطريقة ما حدش بيتخيلها. وكان في السقوفة بتقع علينا، كان ما كنا عايشين يعني عيشة مناظر بهاي ما تعيشهاش. بالنسبة لسامية عبد الحميد أحد سكان ذلك العقار الجديد، فوقوفها في هذه الشرفة كان حلما أضحى حقيقة ملموسة تسعد بها، فقد أصبح لديها شقة لها باب مغلق عليها وعلى بناتها، بها مرافق وخدمات آدمية. لا المكان الجديد طبعا الحمد لله نعمة وفضل من عند ربنا، ربنا كرمنا ما بنحسش بالنطرة، ما بخافش على عيالي، قافل عليهم حتى لو انا نايمة معاهم لوحدنا برضو قافل عليهم الباب، ما احنا عندناش حد الا ربنا، والحمد لله المكان نظيف يعني ونعمة من عند ربنا وفضل من عند الله. وبلكونة كفاية كان عندنا بلكونة، وعندنا حبة مية، وعندنا مجاري وسيراميك ودهانات وحاجات جاية حلوة يعني وجميلة. تم تطوير العشوائيات في منطقة كوكاكولا بالإسماعيلية على مساحة فدان تقريبا، فتم إنشاء عمارة سكنية على مساحة 400 متر بها 20 وحدة تتراوح مساحتها بين 85 و90 مترا بإيجار يقدر ب 300 جنيه شهريا، إلا من بعض الحالات محدودة الدخل والتي تدفع 100 جنيه شهريا فقط. أما عن باقي الفدان فتم تقسيم الأراضي فيه إلى 13 قطعة تم ترخيصها وتوزيعها على المستحقين. منذ وصولها إلى هذه المنطقة لم تستطع أم أحمد أن تعيش حياة كريمة إلا بعد سكنها في هذه الشقة، فوجدت ما كانت تنشده من نظافة وأمان،
بعد أن كانت تملأ حتى مياه الشرب من صنبور عمومي بعيد عن عشتها التي كانت تسكنها ويشاركها فيها الفئران والحشرات الضارة. ما حسيناش بالنطر أصلا اللي حصلت المرة اللي فاتت دي، ما حسيناش بيها. احنا سمعناها بس الحمد لله ما حسيناش بيها، ما حسيناش بيها غير لما شاف نورت النور كده، البرق نور كده من الشباك، لقينا عرفنا ان في مطر الحمد لله والله بجد. والسنة اللي فاتت برضه انا ما حسيتش غير بالليل وانا نايمة، سمعت صوت الرعد والبرق، رحت قايمة قلت له ده الجو بمطر بره، احنا ما حسيناش. انما المره اللي فاتت مسافه ما الميه بتنزل كده كنا نبص عليها لها نازله معانا، كنا بنتعب. ليس بعيدا عن منطقه كوكاكولا يقع سوق الجمعه، ذلك السوق الهام بالنسبه للاسماعيلاويه والذي اصبح من ضمن العشوائيات في المحافظه، فكان لزاما على وحده تطوير العشوائيات تطويره، فكان العمل على ثلاثه مراحل. تم الانتهاء من مرحلتين حتى الآن. 5000 متر مربع يتم فيها إنشاء 344 محلا تجاريا فضلا عن 300 فرش مخصصة للباعة الجائلين، وتتراوح مساحة المحلات من 8 إلى 12 مترا مربعا بتكلفة إجمالية تصل إلى 17.5 مليون جنيه. ويستمر التطوير على قدم وساق في المساكن والأسواق للقضاء على عشوائية المكان والارتقاء بآدمية الإنسان. أحمد رجب، إكسترا نيوز. وفي الختام مشاهدينا الكرام هذه تذكرة بأبرز العناوين. السيسي يواجه بالانتهاء من تطوير محاور الطرق والكباري بمنطقة مصر الجديدة. الرئيس السيسي يؤكد حرص مصر على مواصلة تعزيز العلاقات مع روسيا خلال الفترة المقبلة. استشهاد 5 فلسطينيين في غارات إسرائيلية على قطاع غزة. مشاهدينا وفي الختام، للمزيد من الأخبار تابعوا دائما موقعنا الإخباري إكسترا نيوز دوت تي في. شكرا لكم.